ده ميتا فاشن داي، هو اول يوم ليه علاقه بالموضه والازياء معمول في دمياط. الفكره جت لنا ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه جديده ومختلفه، فاتكلمنا وفكرنا ان ايه الحاجه السبجكت اللي ممكن نشتغل عليه هنا في دمياط. لقينا ان فكره الموضه والازياء هي الحاجه الموجوده، لان انتشرت جدا فكره الناس اللي بتعمل حاجات الهاند ميد، الاكسسوارز، فكره الحاجات اللي فيها تالنتد والناس مقبله عليها. اتكلمنا مع الناس وعرضنا عليهم الفكره وكل رحب بالموضوع وبدانا نشتغل عليه. اشتغلنا على فكره الميك اب، على فكره البيرفيومز، على الاكسسوارز، على الهدوم، على كمان الفساتين، على الشعر، اي حاجه ليها علاقه بالموضه بالازياء. كان هدفنا الاولاني من الايفنت ان احنا نوري الناس ان في دمياط حاجه بتتعمل، ان في ناس تالنتد بجد، ان في ناس عندها فكره وعندها حاجه بتعملها وبتقدمها، مش بس هدفها الربح والفلوس، لا هي بالعكس كمان عندها موهبه عايزه تنميها، عندها فكره مختلفه عايزه تقدمها للناس. حاولنا ان احنا نشتغل على اليوم ده ونطلعه باحسن شكله باحسن صوره، لان هو في الاول وفي الاخر مش لينا احنا بس، هو كمان للدمياط اتقول وقدام الناس هيبقى الدمايطة هم اللي عملوا ده. اتمنى ان اليوم يكون كويس وان اليوم يكون يعجبكم، واتمنى فعلا ان اللي احنا عملناه يغير وياثر في الناس الموجودين، وان احنا كونتين ان احنا نعمل ده مره تانية كل سنه، نعمل دمياط فاشن داي ويوصل يبقى حاجه لايك مثلا الديفليهات اللي بيعملها بتتعمل في دور الازياء العالميه.